كانت صقة كحساي واحدة من الملايين الذين نزحوا من غرب تيغراي حين تم شن الحرب على تيغراي في عام 2020. فقد نزحت صقة وزوجها الذي يدعى بدستا من مدينة ستيت حمارة، وأخبرونا أصدقائهم عن صقة وكيف كانت تملك مقهى وتقود حياة مستقرة حتى بدأت الحرب في تيغراي عام 2020 التي أجبرتها هي وزوجها على ترك منزلهم. وبعد أشهر من وصولهم إلى هنا علمت صقة أنها حامل، ولكنها ماتت في 40 من بعد وضعها لمولودها لعدم وجود الأغذية والعناية الطبية اللازمة. قالت لي صقة أنها تركت جميع ممتلكاتها ورائها في مدينة ستيت حمارة حين غادرت، وقلت لها أن نفس الشيء حدث لي حين غادرت مدينة زالمبسا. وقالت لي أنها كانت تقود حياة مستقرة في حمارة وأنها كانت تعاني هنا لأنه لا يوجد شيء يؤكل هنا. ماتت صقة بسبب الجوع. كنت أعرف صقة منذ أيامها في مدينة ستيت حمارة وحين كانت تملك مقهى خاص بها، وكان زوجها أيضا يملك محل الحلاقة. أنجبت مولودها هنا وفقدت الكثير من الدم، ولكن لم يكن لدينا هناك الأطعمة والأدوية اللازمة، فقمنا بجمع الأطعمة من الجيران لها، ولكنها أبقتها على قيد الحياة لأربعين يوما فحسب وتوفيت من بعدها. أخبرنا دستا زوج صقة أنه واجه صعوبات في العناية بالمولودة منذ وفاة زوجته، وهو أيضا كون أن المساعدات الإنسانية لم تصل كما يجب هو ما يجعل الوضع أصعب. زور كلنا غير مصبوق نيره هذا كنت فانقلنا مسينا من نغير. كنا نقود حياة جيدة ولكننا أصبحنا لا نملك أي شيء الآن. ماذا أستطيع أن أقول؟ تركت ابنتها ولا أعلم كيف أعتني بالطفلة لأنني لا أملك أي شيء. أخبرننا جارات صقة أنهن يفعلن كل ما بوسعهن للعناية بالمولودة، ولكنهن يخشون أنهن لن يستطعن الاستمرار في فعل ذلك إذ لم تدخل المساعدات اللازمة وإن استمر حظر الخدمات اللازمة. أنا زعل عليها نفسي ليح زياني هو. أنا أقوم بالعناية بهذه الطفلة لأنني أريد فعل كل ما بوسعي للمساعدة، لأن هذه الطفلة ليس لديها أحد الآن. ليس لدينا شيء لنقدمه لهذه الطفلة، وكما ترون هي تعتني بالطفلة بالقليل الذي نجلبه لها، وهو كافي فقط لإبقائها على قيد الحياة. يجب على العالم مساعدتنا من أجل هذه الطفلة البريئة. أفاد السيد أسملاش حدوش رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية في عدقرات أن قصة صقة هي واحدة من العديد، ويقول أيضا أن هناك أكثر من 64 ألف نازح في مدينة عدقرات الذين لم يتلقوا أي من المساعدات منذ فرض الحصار في شهر يونيو من عام 2021. عدقرات هذه 4 اي دي بي سنتر لهنا. لدينا 4 مراكز للنازحين في عدقرات، ويتضمن فيها 64,645 نازح من جميع انحاء تيغراي، واغلبيتهم هم من غرب تيغراي. وعلاوه على ذلك فان مقدار المساعدات اللازمه ومقدار الذي يصل الى تيغراي غير متطابق، فالازمه الانسانيه اصبحت فوق طاقه تحملنا. نحن نخاف ان العديد سيكونون عرضه للموت اذا لم تصل المساعدات الغذائيه والطبيه اللازمه الى تيغراي. شعب تيغراي يعيش في ظل الحصار الشامل لمدة تصل إلى عام الآن بسبب حظر الحكومة الأثيوبية جميع الطرق التجارية والمساعدات الغذائية والوقود والخدمات الأساسية كخدمات الاتصالات والخدمات المصرفية، وأدى هذا الحصار إلى مجاعة شعب تيغراي الذي يصل عدده إلى 6.5 مليون شخص.